اللي كيكتبوا سامي أقرأ ونورس قال لي مني اقترحوا أنهم يدار جزء ثالث. كل شيء كان متخوف كل شيء راه كل شيء كيكون متخوف لاشين لي بروديكتور كل شيء يعني توا نفسه. وأنا دابا كنقول لك أنا براسي عندي تخوف مني قالوا لي الجزء الثاني كان عندي تخوف مني قالوا لي الجزء الثالث كان عندي تخوف أكثر. أنا بقيت كنقول لي جام جباري عافاك قتلني قتلني عافاك قتلني قتلني صاحبي بدا المسلسل راه طرات لها شي حاجة ماتت وحيدوني حيت بصح عندي تخوف من الاجزاء ما نقدر نقول لك حتى شي سيرتيتود واش الا كان شي جزء اخر غادي يكون حسن او ما عندي حتى شي سيرتيتود. وحنا كنتمنوا بصراحه نقدروا نمشيو حتى دي سيري اللي كنشوفهم فيهم 20 جزء دابا الناس كيتبعوا مسلسلات لي تركيا ولا بزاف يعني كنشوف يا ريت نوصلوا لهذاك المستوى وما يبقاش عندنا التخوف هذا. كنتمنى كنتمنى ان شاء الله حنا دابا فدينا الاول الثاني الثالث غادي نعم. لاله سعدية شنو هو المشهد اللي كان صعيب بزاف في هاد التجربه هادي وفي الاجزاء الثلاثه؟ هو النهار اللي صورنا في البحر. داكور. صورنا في البحر صورنا في الباطو ديال الصياده. الباطو ديال الصياده ماشي سطابل كيبقى ماشي بحال الباطويات الاخرين كيبقى لا هو كيد ماشي كيبقى بحال هكا لا هو كيدير هكا كيراري بيه والظهر اللي عندنا حنا يلاه دخلنا للاج وياس بدا واحد لا طومبيت بدات الشتاء وبداو اللي كنقولوا في البحر لي موتون دوك لي فاك اللي هكا الوغ هو بدا كيدير فحال هكا فهمتي الله الله دونك هذاك النهار كان صعيب بزاف بزاف كان صعيب لانه كاين ممثلين قال لي مرضوا زعما جسد ديال كاين اللي مرضوا وكنا لابسين خفيف وكان الريح والشتا دونك هذاك اصعب مشعب اللي كان صعيب يمكن باش تادي ويمكن الظروف اللي كانت صعيبه. ولكن شنو اللي كان صعيب عليك انت ايموشنيلمون؟ ايموشنيلمون دائما كيجوني صعاب خدام منك اللي خدامني في ليموسيون هو اكزاكتومون اللي خدامني بزاف في ليموسيون هو ملي عرفت بنتي كيتحرش بها صديق بالعائله هذاك لي مومون كانوا صعاب. كان صعيب ايضا شوف دابا انا وليت ام دونك كاع لي مومون اللي عندي شي واحد في ولادي مقروح كيجيني صعيب سي فري حيت كتدي اكيد كيتحرك الاحساس الام ولو انك كديطاشا كتقول راه جوجو ولكن انا قلت لك راه الاحساس ديالك كتعطيه لديك الشخصيه دونك كاين شي حاجه من السعديه كتقاس اللعب دابا يلا قلتي جوجو تفكرتي بيا دابا على القضيه ديال جو نعطيكم واحد النكته هذه ديال صديقنا فوالا قال كذا واحد الاستاذ دير له الاكزيرسيس التلامذ ديالو دير لهم التصويره ديال الساحه استراحه والتلامذ كيلعبوا قال لهم شنو عندنا واحد المجتهده قالت ليه لي زونفو وجو داز هز واحد التصويره اخرى استراحه خاويه عاود علقها لهم نوض واحد الكاسولور قال لي شنو كتشوف قال لي لي زونفو جو مشو